ومن مسائل الصوم أن بخاخ الربو الذي يعطى عن طريق الفم لا يؤثر على الصوم. لما؟ لأنه مجرد أبخرة، لأنه مجرد هواء يصل إلى الرئة فيوسع الشعب الهوائية. وكذلك لو أن الإنسان احتاج إلى الأكسجين الذي في المستشفيات كأن يكون به ربو أو حساسية في الصدر، هذا الأكسجين الذي هو الغاز لو احتاج إليه في الصوم فإنه لا يؤثر إن شاء الله تعالى على صيامه، لأنه مجرد هواء يصل إلى الرئة.